سؤال أسألك إياه ولا أظنك ستقول لا. تريد النجاة؟ إذن اركب سفينة النجاة، تعرف على الله. تريد أن يكون الله معك؟ فاحرص على تقوى. إذا أردت أن تحفظ في نفسك وأهلك ومالك فاحفظ الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أخيرا اعلم بارك الله فيك إن للتوبة بابا، عرض ما بين مصراعيه، ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية عرضه مسيرة 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فالباب مفتوح، فالباب مفتوح، فهل لا ولجت؟ واعلم رعاك الله أن الله نادى فقال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ولقد سمعت النداء فهل لا استغفر؟ اعلم يا رعاك الله أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والله يحب الاعتذار. فهل لا أقبلت واعتذرت؟ ردد وقل: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل: أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الغريق بلج بحر أطيح لربما ألقى مجيبا، فيا أسفي على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب. أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيب. يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا، وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، لما تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينة، لما وصلنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة وما سقطنا، لأن الحافظ الله. قال ابن القيم رحمه الله: إذا استغنى الناس بالناس فاستغني أنت بالله، إذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، إذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، إذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله، تعرف أنت إلى الله وتودد إليه وانطرح بين يديه، تنل بذلك غاية العز والرفعة، كما قال الله: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.